صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معايا على قناتي وقناتكم ايفالوكس تي زد. اليوم يا البنات جبت لكم وصفه نضربوا كامل العصافير اللي راهم في الشجره ولا راهم في الزنقه، نضربوهم كامل بحجره واحده. يعني وصفه كامله متكامله، تبييض، شد، غلق مسام، رطوبه، الشيء اللي حبيتوه كتبوه. راح اليوم يعني راح نعطيكم، راح نركز على ثلاث مشاكل. اول حاجه تبييض بيان سور، ثاني حاجه شد الصدر، وهو الشيء اللي دائما نقلبوا عليه شد الصدر، ونعطيكم كيفاش هي الطريقه الصحيحه لهذا الشيء. وثالث حاجه تبييض المناطق اللي تجي تحت الصدر، يعني في المناطق اللي ما تبانش، عند الابطين، عند هذه المناطق اللي ما واضحاش بالبزاف. وحاجه واحده اخرى، المشكل الجلد، الشعر تحت الجلد، او مشكل جلد الاوزه او جلد الدجاجه. انا ضد هذه الاسماء، ولكن هو اسمه مشكل الشعر، نمو الشعر تحت الجلد، ولكن يبقى واقف، يعني النمو تاعو يبقى واقف تحت الجلد، ويبقى باين، يعطي نقاط هكذا واضحين تحت الجلد. هذا المشكل ان شاء الله صدقوني راح يختفي تماما بهذه الوصفه هذه. تقولوا لي باللي راكي عادك حطيت لنا وصفه تاع التبييض، عاود اليوم وصفه تاع التبييض. ايه، لاني دائما نعطيكم وصفه بالشيء اللي يكون متواجد عندكم. ممكن كاين بزاف بنات ما يحبوش يستعملوا الليمون او الخميره او البيكربونات، ويحبوا حاجه تكون ناتورال وامنه، جلدهم حساس، يتخوفوا ما يؤذوش، وبيا ما يتجرؤوش يديروا هاد الوصفات هادو على جلدهم، يخافوا بالبزاف. الوغ اليوم جبت لهم وصفه ساهله مهلا. اليوم على واش راح نعتمدوا؟ راح نعتمدوا على النشا، راح نستخلصوا النشا نتاع البطاطا والنشا نتاع الارز. وصفه البطاطا للتبييض معروفه، وصفه الارز للتبييض معروفه، ولكن الوصفه اللي راح نعطيها لكم اليوم وصفه مجربه مني انا. البنات انا ما فتحتش قناه باش نكرر الوصفات اللي راهي تدور ديزاني في اليوتيوب ويا في جوجل، وبيا سمعتوا بها منا ومنا. انا نعطيكم الوصفات اللي انا استعملتهم وصبت عليهم نتيجه سريعه. يعني لو كانت تستعملي البطاطا حتصيب عليها نتيجه، وتستعملي الرز حتستعملي عليها نتيجه، ولكن انا من استعملتهم بهذه الطريقه في هذا المكان الخاص اللي راح نقول لكم عليه راح تعطيكم نتيجه ولا أروع. على هذا دائما وصفاتي هما لي انا، لانهم باستعمالي الشخصي، وانا راني نبارطاجيهم معكم. يعني مانيش نخترع، ولا راني نبارطاجي معكم حاجه اللي نستعملها انا. يعني اي وصفه راني نحطها لكم هي اللي اليوم راني نستعمل فيها. الوغ واش خديت انايا اليوم؟ لازم تتبعوني بالعقل. راح نبدا وحده بوحده. لاباس تاعنا هي البطاطا والرز، وراح نضيفوا عليها اضافات. اول حاجه خديت هنايا بطاطا هكذا حبيبه، غسلتها مليح وقطعتها بها بقشورها وغليتها في الماء. هنا البنات لازم نعطيكم ملاحظه ثاني، وخذوها بعين الاعتبار. اون فوا تكونوا حابين ديروا وصفات للوجه ولا وصفات للجسم، وصفات طبيعيه، وتغلوا لهذا المكون في الماء، سواء بذور الكتان او البطاطا او الارز او الحمص او اي حاجه تحبوا تغلوها في الماء، هذاك الماء يا اما يكون ماء معدني، يا اما راح تغلوه وتخلوه يبرد وحدو عاد باش تغلو فيه المكون اللي راكو حابينه. يعني نحيو الكالكير ونقصيو باش نقصو من الضرر تاعو للماكسيموم، ونتحصلوا على ما يكون صحي. الوغ راح نغلي غليت هاد البطاطا وخليتها تبرد بها بقشورها، وخليتها تبرد، وفي كاسرول راكم تشوفوا، انا تعمدت نخليها في الكاسرول باش تشوفوا كيفاش. استعملت هنايا الرز، غسلته وخليته يغلي، الرز اي رز عندكم خليته يغلي، وهنايا الماء نتاعو يعني خليته يغلي حتى الطاب كامل، يعني تهرى هذاك الرز، يعني طاب بزاف، يعني النشا تاعو كامل خرج، والماء تاعو نشف. راكو تشوفوا الماء نتاعو نشف، ماشي نشف كامل، مي هبط كامل، يعني مبقاش فيها الماء، يعني طاب في ماء وشرب ماء. الوغ خليته يبرد تاني. هنا راح ناخذ انا هنايا هاد الرحيوه، نتوما الا عندكم البرا ميكسور سا سغا ميو، باسكو انايا هذيك تحرقت لي. الوغ سي بوغ سا راني نستعمل برك هاد الرحيوه هاديه. راح ننظف، راح نقشر البطاطا عادي. هاد المكونات راح يكفوكم يعني مده طويله، فقط استعملوها غير بالعقل، واللي بقى راح تخبوه في الثلاجه تاعكم.
الوغ فهاد الرحيوه انا راح نقشر البطاطا ونقطعها فيها عادي، من بعد راح نضيف لها كميه نتاع اللي نحتاجها، كميه نتاع الارز بهكذا كيما راه هكذا، راح نخويها في هاد الرحيوه وراح نرحيهم مع بعض جيدا، يعني حتى نخرج هذيك السلوكه هكذا، يعني هذوك الخيوط نتاع النشا نتاع البطاطا ونتاع الارز. هذا واش نحتاج انا، هذا الشيء اللي راه يخرج، هاد الخيوط هادو هما اللي راح اللي انا نحتاجهم. الوغ راح نحيها مليح، من بعد راح نوضعها في بول وبيان في 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 طبسيل هكذا، من بعد راح نقسمها على 2. قبل ما نقسمها نورمال نقسمها على 3، انا مادام ما عنديش مشكل تاع جلد الشعر تحت الجلد انا راح نقسمها على 2 فقط، ولكن اللي عندهم هذاك المشكل راح يتبعوني هنا ويتوقفوا هنا، اللي هذا الكلام راح يتخصص للبنات اللي عندهم جلد، سمحوا لي على الكلمه، جلد الدجاجه. الوغ راح ياخذوها كيما راهي هكذا، كيما راهي هكذا، جوست بعد ما نرحيها راح ناخذها، راح تدخلوا للحمام تاعكم، يعني تاخذوا شاور وبيان تاخذوا دوش الحمام، ولا تروحوا تعمروها في بلاره وتروحوا الحمام تاعنا، الحمام اللي نروحوا له تاع البخار، راح تدخلوا راح تخلوا الجلد تاعكم وبيان الجسم تاعكم تشلوه واحد شويه هكذا بالماء باش يرطاب، باش يتفتحوا هذوك المسامات، باش كامل هذوك النقاط يتفتحوا تاع الشعر. اون فوا تحسوا رواحكم بلي عرقتوا مليح والجلد تاعكم سخون تري تري بيان، ديك الساعه خذوا ديريكتوم، يعني ما راح تستعملوا حتى حاجه، ما نقولكمش نغسلوا شعركم وغسلوا كذا وغسلوا، ديريكتوم مور اللي تحسوا روحكم بلي خلاص ديتوا هذاك الصونات تاعكم وهذاك البخار استفدتوا منه في فتح المسامات، راح تاخذوا هاد الخليط نتاع البطاطا والارز مطحونين، وراح تمسحوا الرجلين واليدين تاعكم مليح مليح، تمسحوهم كامل، تدهنوهم كامل وتخلوهم، يعني تبقاو بيهم لحتى اللي ينشفوا، حتى اللي يجفوا تماما، يعني اصلا نتوما غادي من بعد تبقوا تحسوا بكلي الجلد تاعكم، الجسم تاعكم راه سخون باسكو راك في البخار، ولكن هذيك المنطقه تاع اليدين والرجلين اللي دهنتوهم راح تشوفوهم كشغل فيهم هكذا يتجبدوا، كشغل شد لهذيك البشره، وتحسوا هذاك الشد هذا يفتح لنا المسامات مليح مليح، ديجا رانا فاتحينهم بيان، وراح من تشوفوهم بلي خلاص راهم نشفوا لكم راح بيدكم وبيان بالكيس تاع الحمام او جست بيدكم، يعني ماشي بحاجه كبيره، راح تعملوا تقشير تدلكوا، يعني راح تقشروا مليح مليح كشغل راكو تكيسوا بيدكم، تمسحوا وتقشروا وتقشروا وتقشروا، راح والله العظيم راح تشوفوا هذاك الزغب الصغير وبيان هذاك الراس الصغير تاع الشعر تشوفوه كامل خرج في يدكم، تشوفوا هذاك كشغل حاجهكم الوسخ هكذا يخرج هكذا، تبقوا تكيسوا هكذا بيدكم كشغل تقشروا 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 مليح، تعملوا غوماج مليح مليح لابو تاعكم، راح تشوفوهم راح اللي مستعصي راح يخرج على الاستعمال الثاني والثالث، ولكن اللي صغار راح يخرجوا تمتم، يعني راح تشوفوا كلي نقصات عليكم. بعدها شلوا استعملوا الصابون تاعكم، خذوا حمامكم وشلوا عادي. اللي عندهم الجلد تاعهم يعني هاديه في رجليهم، راح نعطيكم الوصفه، ما حبيتوش تاخذوا الشاور تاعكم بيان الحمام تاعكم بيان البخار، راح تاخذوا طريقه ثانيه هذه، يعني الحل الثاني ممكن تاخذوا فوطه تشمخوها في ماء سخون، ماء سخون هكذا تقدروا تستحملوه وتوضعوها على رجليكم الحين ما تفتحوا المسامات، من بعد تحطوا هذا الخليط هذا اللي عطيته لكم تاع الرز والبطاطا، تمسحوا به كامل رجليكم، هذه الاستعمال اليومي كشغل كامل رجليكم، وتخلوها من بعد تقشروها كما قلت لكم، تعملوا هذاك القوماج، من بعد ما تغسلوهاش يا البنات تعملوا هذاك القوماج مليح مليح مليح، وتدهنوها بالفازلين وترقدوا، يعني تباتوا بها هذيك الليله كامل، الغدا من داك حتى تغسلوها، صدقوني راح تعطيكم تاني نتيجة ولا أروع. هذه للبنات اللي يحبوا يستعملوها كل يوم باش يقضوا على هذا المشكل في أسرع وقت، يعني هي سمانة خلاص راح إلا استعملتيها كل يوم في رجلك على سمانة والله العظيم لرجلك راح يبقوا مرايا قمر، يعني رجلك خير لابو تاعهم هايلة بالبزاف. هذه بالنسبة اللي عندهم جلد شعر تاع الجلد.
هنايا البنات اللي حبوا رفع او شد الصدر المترهل، هنا واش نديرو؟ انا هنا باكزوم راح نقسمها على 2، يعني من لي جور اللي نستعملهم انا راح نقسمها على 2. واش راح نضيف على الشد الصدر؟ راح نضيف لها مغرفه نتاع شب تاع فازلين، اي فازلين عندكم مغرفه تاع فازلين، وراح نضيف لها مغرفه صغيره توجور نتاع شبه مطحونه وبيان شب مطحون مرحي، راح نضيفها عليه ونخلطهم كامل. هو انا كي نخلطهم راح نشوف كيفاش راح تتكور، راح تجمع لي، راكم تشوفوا كيفاش راح تتجمع لي بالخف. راح نوضعها في اناء هكذا زجاجي، ماشي شرط يكون اناء متخصص، يسوفي هكذا يكون تاع اي حاجه عندكم تاع موطاد ولا 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 اي حاجه تاع لاصوص ولا اي حاجه تكون عندكم، غسلوهم مليح واستعملوه لهذا الشيء. راح تخبوها في الثلاجه، راح تبقى لكم لمده 4 ايام 5 ايام ما يصرى لها والو هذه الكميه، لانكم راح تستعملوها يوميا الا حبيتوا شد الصدر. واش راح ديروا؟ راح ايضا الا حبيتوا تستعملوها في الحمام او تستعملوها يوميا، راح تاخذوا فوطه وراح تسخنوها ولا بيان توضعوها في ماء ساخن، تعصروها مليح مليح، من بعد توضعوها على الصدر تاعكم. من بعد راح تاخذوا هذا المزيج هذا اللي بريباريناه، هذه الخلطه هذه تاع الشب والفازلين والروز والبطاطا، وراح ندلكوا بها الصدر تاعنا من الاسفل للاعلى. شغل راك تطلعوها هكذا، تطلعوه من الاسفل للاعلى، تلبسوا حوايجكم وتباتوا بها، يعني ما عندهاش حل اخر، تلبسوا حوايجكم وترقدوا بها. الغدا من داك تغسلوها، سينو تروحوا بها للحمام وتستعملوها في الحمام، وتخلوها في الحمام تاعكم، وتأسيو كيفاش تبقوا اشاك فوا تدلكوا شغل تطلعوه 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 واحد، لو تخلوها شعل ما بقيتوا في الحمام ومينيموم في الحمام تاعنا راح نبقى واحد 45 مينوت سورتو الحمام المغربي تاعنا، وبيا الحمام تاعنا هذايا تاع البخار، راح تدلكيه مليح مليح تبقي فيه ديك المده، من بعد عاد تشلي. هنا نصيحه، نشلو الصدر تاعنا بالماء يكون فاتر، يعني مايل بزاف للبروده، او اياكم تغسلوا جسمكم بماء سخون وتخرجوا، او اياكم هاد العمليه راه ترهل لكم وتكبركم قبل وقتكم. حاجه واحده اخرى نوصيكم بها يا البنات، هذيك اللي راها تدخل الحمام وتجبد لك الكياسه وبيان تجبد تاخذ هذيك الكيس تاع الحمام هذايا تاع اللي نكيسوا به وبيان نقشروا به، وتبقى هاتيه جلد هاتيه كياس هاتيه جلد هاتيه كياس، وعند بالها راهي تقضي في حاجه مليحه وراح تخرج حميمره، راكي غالطه حنونتي. راح تخرجي تقول لك انا خرجت تفاحه حمراء، ما حد شويه حتبقى دنجاله كحله، باسكو هذيك الحموريه كامل راح ترجع لك سواد، راح الجلد تاعك راح يكحل، وتقولي وعلاش انايا نخرج حمراء من الحمام ومين نوصل للدار نصيب روحي كحله. هذا سبتو اللي راكي قاعده واحد الساعه وانتي تفركي في هذاك الجلد المسكين، لازم ومن بعد تشلي بالماء سخون وتخرجي طيبي روحك. لا الحل الصحيح وبالطريقه الصحيحه انك لما تكيسي لازم تكيسي بحاجه، يعني اما يكون في القماش تاعك ماشي ديريكتومون، يا اما يكون عندك صابون زاير او صابون بلدي دهنتي بيه مع الشبه ولا مع الورد او مع الخميره نتاع الخبز، هادو كامل دوك بعد نعطيهم لكم يعطوكم قماش هايل. او راح تستعملي القهوه كاريمون، قهوه التلوه تاعك او القهوه المطحونه تاعنا مع بهذاك الكيس هذاك، وراح تفركي بها خفيف ظريف، هادو هما اللي يعطونا التقشير. او تستعملي هذه الطريقه، هادو هما اللي يعطونا التقشير، مي ديريكتومون هذاك الكيس فوق الجلد وطرح طرح طرح طرح، لا لا يا البنات هنا راكو تهلكوا في رواحكم، وراح ترجعوا لابو تاعكم سنسيبل حساسه، ما تستعمل حتى حاجه وما راح تتفاعل لكم مع حتى وصفه ولا مع حتى كريم. هادي اونتر بارونتيز. الوصفة الثالثة اللي راح نستعملها أنا للتبييض، هنا واش راح ندير؟ هذه تبييض وشد وتجاعيد. الوصفة الثالثة راح ناخد هذه الكمية، هذه راح نضيف لها هنايا اون دي دو، يعني واحدة من هذو زوج، يا إما نستعمل كبسولات فيتامين أو، ماهاش مكتوبة هنايا، كبسولات فيتامين أو يا إما كبسولات نتاع أوميغا 3. هنا البنات تقولوا لي علاش ماكش تستعملي الزيوت؟ تو سامبلومون، السبب بسيط جدا، الزيوت في الصيف
ديكونسي يعني غير مرغوب فيها او ما ننصحش بها نهائيا، تجنبوها نهائيا. باسكو علاش؟ زيت الورد وزيت القروع وزيت اللوز وهادو كامل مع هاد الحراره مالك ما تخرجيش، ولكن سورتو الا كنتي في مكان فيه لوميديتي وفيه الرطوبه وكنتي على شط بحر او على اي مكان مالك، غير تكوني في الدار او البخار تاع الطبخ، هادو كامل راح يعطوك نتيجه عكسيه مع الزيوت اللي كتستعمليها. هذه اولا. ثانيا سبب ثاني اني لا اثق في الزيوت اللي راهي عند العشاب زعما بصراحه، لانها مرات يجيبوا لنا حوايج كي نستعملوها نصبوها فايك وبينصبوها مزورة، يعني ماهيش زيوت صحيحة ولا زيوت أصلية. على هذا نحاول لو ماكسيموم نيفيتي لكم، يعني نتينا وزهرك إلا خرجت فيها صحيحة ولا مخرجت فيها صحيحة، ألوغ دو بريفيرونس نيفيتوها كامل. ومن بعد نوريكم كيفاش نستخلصوا زيوت تاع كامل هذا الشيء في الدار، من بعد ندير لكم فيديوهات عليها. هنايا راح نعطيكم فيتامين او وبيان اوميغا 3. هنا الفرق واش؟ تاخذوها تزيدوا عليها دربك فيتامين او وتخبوها في الثلاجه، تستعملوها على وجهكم تحت العين امنه جدا، للوجه كامل، الرقبه هايله بالبزاف. من بعد شد تم تشوفوا الشد ديك البلاصه، تشوفوا الشد، من بعد تغسلوها عادي. ولا حبيتوا ما تخبوهاش، يعني خرجتوها من الثلاجه وكنتوا حابين تستعملوها لشد التجاعيد، مثلا انا عندي تجاعيد في الجبهه، نستعمل هذه الخلطه الكامل وجهي بالفيتامين او عادي، ومين نحب للجبهه نزيد لها شويه نتاع اوميغا 3 زيت السمك، ونستعملها الجبهه تاعي خصوصا لان تما اللي نحب نشدها بالبزاف الوغ نستعملها. ولكن اذا استعملتوا الزيت تاع السمك لازم لابليكاسيون تكون في هذاك لو جوغ، يعني في ديك الدقيقه لازم تستعملوها، ما لازمش تخبوها وهي فيها الزيت. في زيت تاع فيتامين او معليش، ولكن زيت السمك لا لازم ما تتخباش. على هذا دائما نخلوها لو طون اللي نستعملوها راح نضيفوا لها الاوميغا 3. هنايا راح نعمرهم في بلاره نخبيهم في الثلاجه عادي 4 ايام 5 ايام ما كان ما عليهم. راح نستعملها على يدي، راح نخليها على يدي. راكم تشوفوا انا كل يوم عندي هذا البرونزاج، الله غالب عندنا بلاصه فيها لوميديتي كل يوم داخلين خارجين بالخف تزرق وتسمر يدينا. الوغ انا دائما نخليها هكذا باش تشوفوا الفرق. هذه الوصفه مالغري ما تعطيكمش بويض ناصح تمتم، يعني على دوزيام فوا ولا ثوازيام فوا، يعني اليوم الاستعمال الثاني او الثالث تعطيكم النتيجه، ولكن انا هنا دوك تشوفوا راح تعطيني نتيجه فوريه. الوغ انا استعملتها على يدي وراح خليتها تيبس تماما، من بعد قشرتها وراكو تشوفوا كيفاش النتيجه اعطتني. ما خليتهاش بزاف انا نشفت، ولكن اعطتني نتيجه رائعه بالبزاف، مام هذاك الشعر الصغير اللي كان في يدي بالخفطار راح تعطيك نتيجه وترطيب هايل، باسكو استعملنا فيها الزيت راح تعطينا ترطيب رائع ومن اروع ما يكون. هذا هو الملخص تاع الوصفه تاع اليوم البنات. جربوها على ضمانتي ما تخافوش، هايله بالبزاف، نتائجها رائعه بالبزاف. ان شاء الله يا ربي تلقاو عليها النتيجه وتدعوا لي، وايضا تشتركوا لي في القناه باش قناتنا تكبر، وشاك فوا انا نشوف الدعم تاعكم نزيد نحط لكم وصفات. بارطاجوا هاد لا فيديو وزر الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. البنات اللي عندكم اي تساؤل وتحطوه لي في التعليقات، وانا سير واكيد راح نجاوبكم. خليتكم في امان الله، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.